سعيد ولد عزيز، عضو مكتب التنفيذي لجمعية أبي القراق، عضو اللجنة التنظيمية للتظاهرات العاصمة المجتمع المدني لسنة 2023. أولا نبغي نشكركم على الحضور المستمر ديالكم، ونشكركم على الحضور ديالكم معنا في هذا النشاط بالضبط ديال هذا النهار اللي حنايا عاد يعني أشرف على الانتهاء ديالو، واللي هو داخل نشاط داخل في سلسلة الأنشطة اللي تقوم بها جمعية أبي القراق ومنظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والحوار، واللي يعني في المرحلة النهائية ديالها اللي هي المرحلة الختامية اللي كتستمر ما بين 7 دو جنبير إلى غاية 25 دو جنبير. وهذا النشاط اليوم كان عبارة على يعني واحد الندوة اللي كانت كتهم موضوع من المواضيع المهمة جدا واللي هو البيئة، والموضوع كان يعني كان هو دور الأندية البيئية في الحفاظ على نظافة وعلى يعني على بيئة نظيفة وسليمة داخل المؤسسات التعليمية. إذن كان واحد العدد الخبراء والمهتمين اللي عطوا واحد يعني واحد العدد ديال الاقتراحات والتوصيات، وكانت عروض مهمة جدا. واللي ميز اللقاء هو حضور الشريك الفعلي في الأندية المدرسية، واللي هما تلامذة المؤسسات التعليمية وأطر الأساتذة والأطر التربوية، السادة المديرين إلى آخره. هذا كان ميز هذا اللقاء، واللي حقيقة حتى النقاش فيه كان نقاش مستفيض، وحنايا يعني كنفتخروا كجمعيات أبي القراق باحتضان هذه فعاليات التظاهرة اللي هي تظاهرات سلا عاصمة المجتمع المدني، واللي هي كتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، واللي إن شاء الله كيف قلت لكم الاختتام غيكون يوم 25 دو جنبير. وفي هذا اللقاء غادي نمرروا المشعال من يعني مدينة سلا لمدينة أخرى اللي غادي تكون هي عاصمة المجتمع المدني لسنة 2024. شكرا. شهابي رئيسة جمعية نساء الماء والبيئة بمدينة سلا. إذن اليوم احنا في واحد الندوة حول دور الأندية البيئية في ترسيخ الثقافة البيئية، وفي كذلك تعزيز التربية على البيئة والتنمية المستدامة. وكيف كنعرفوا جميعا أن ما يمكنش نتكلموا على التنمية البشرية من غير تنمية مستدامة، ولا بغينا نتكلموا على التنمية المستدامة خص ضروري أن يكون الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك العمل على استدامتها وبالتالي الحماية ديالها. إذا فاليوم احنا في هذا اللقاء هذا دونك كنحاولوا أننا نقيسوا الجانب التربوي والجانب التحسيسي، حيت كيف كنعرفوا أن التربية فهي ضروري أنها كتخضع لواحد المناهج اللي هي مهيكلة، وبالتالي فالتحسيس فهو كيبقى واحد المسألة تطوعية. إذا فاليوم يعني بين الجانب التحسيسي وبين الجانب التربوي فكنلقوا أن الأندية البيئية هي محتاجة كذلك إلى ضخ دماء جديدة مثلا، وكذلك أن نشوفها بطريقة مغايرة، هو أنه يكون التقوية ديال الأندية البيئية وتعزيزها بمنشطين بيئيين يعني اللي عندهم واحد القدرات معرفية وعندهم بما يكفي من المفاهيم من أجل تمريرها إلى الأطفال. كذلك أنه يكون هذا المنشط البيئي هو بالتالي متفرغ للنادي البيئي اللي هو مسؤول عليه، بالتالي كذلك أن هذه الأندية البيئية تكون مجهزة بجميع الآليات يعني الملائمة لها من أجل يعني نعملوا على تكريس هذه الثقافة البيئية عند الطفل، وما تبقاش فقط محصورة عند الطفل لا، ولكن أن يتم تلقيحها إلى الأسرة داخل المنزل وكذلك إلى الحي، وبالتالي لما لا حتى على مستوى المجتمع المدني مع الجمعيات داخل المقرات سواء ديور الشباب الجمعية
الجمعيات ودور الطالبه، كذلك كاين عديد من المراكز السوسيو تربويه اللي هالطفل هذا يكون فيها كذلك مسؤول يعني على المواطنه الخضراء، وكذلك مسؤول على نشر القيم البيئيه من اجل المحافظه على الكوكب وكذلك الاستدامه ديالو من اجل الاجيال السابقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم السيد دريوش نبي رئيس جمعيه نجمه للبيئه والتنميه وذوي الاحتياجات الخاصه. في اطار برنامج او تظاهره سال عاصمه المجتمع المدني اللي كتنظمو جمعيه ابي القراق بشراكه مع المنظمه الدوليه لقيم المواطنه والتنميه والحوار، جمعيه نجمه تبادر وتنخرط في التظاهره بتنظيم لقاء تحسيسي تواصلي مع مجموعه ديال الشركاء من بينهم التلاميذ وتلميذات المؤسسه التعليميه. هذا اللقاء هذا تحت عنوان دور الانديه البيئيه في المحافظه على نظافه وسلامه المؤسسه التعليميه. كما شفتوا اليوم مجموعه ديال المتدخلين اللي منهم اساتذه مختصين، السيد المنسق الاقليمي المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، الاستاذ حسن الشهابي اللي هي مديره البرامج التربويه بوزاره الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معنا أستاذة اللي هي كوتش في التنمية والتربية البيئية. يعني بغينا من خلال هذا اللقاء أن نوصلوا واحد مجموعة الرسائل للوليدات يعني والناس اللي معنيين بالشأن المحلي، أن النوادي البيئية عندهم واحد الدور كبير في نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة البيئة. يعني احنا ما بغيناش ديك النوادي البيئية الوهمية، بغينا واحد النوادي البيئية تكون فعالة وتكون حاضرة بقوة، خصوصا أن المدرسة هي مرآة كما قالت أستاذة حسنة، هي مرآة المجتمع، يعني هي ديك المنطلق ديال المجتمع. وبالتالي جينا اليوم باش نكرسوا هذا الدور ديال النوادي البيئية. وبالمناسبة كنشكروا جمعية أبي القراق والمنظمة الدولية اللي شرفوا على هذه السالة تظاهرات سالة عاصمة المجتمع المدني. الحمد لله اللي هذه السنة اللي نجحات بامتياز، وجمعية نجمة كان لها الشرف أنها تشارك في التظاهرة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.